خلينا بقى نروح من الدبلوماسية المصرية لمؤتمر عقد النهاردة عن الصحافة القومية وانتخابات الرئاسة. تم التأكيد فيه من قبل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة الانتخابية بتثمن دور الهيئة الوطنية للصحافة ودورها الفعال في إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وأشاد كمان بمدونة السلوك المهني اللي وضعتها الهيئة ووضعها الصحفيون بأنفسهم لأنفسهم، وقال كمان أن الهيئة بتكفل حق وسائل الإعلام والصحافة وتوفر لهم سبل التغطية الإعلامية. ونفى هنا كمان رئيس الوطنية للانتخابات في تصريحات لي على هامش المؤتمر طبع أي بطاقات اقتراع للانتخابات، وأنه جاري الاتفاق مع مجلس إدارة الهيئة بطبع البطاقات وستكون مؤمنة تماما وحيصعب فيها التلاعب. قال كمان من جانبه المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب ان هنا الهيئه الوطنيه للصحافه تحولت من نص مكتوب لواقع حي، وان الهيئه الوطنيه للانتخابات اول هيئه بتدير الانتخابات بعد الدستور، واي نتيجه مسؤوليه الهيئه، وان ما يصدر كمان عن لجنه تصويت فرعيه او عامه ليس بنتيجه وانما مجرد حصر عددي للاصوات. خلينا نروح نتابع جزء من التصريحات بالمؤتمر ونرجع نكمل مع حضراتكم. للدعاية الانتخابية مواعيد محددة في البرنامج الزمني لكل انتخابات، وهي في هذه الانتخابات تبدأ من يوم 24 فبراير وتنتهي يوم 23 مارس 2013 لمدة 28 يوم، والدعاية قبل أو بعد هذه المواعيد تشكل خرقا للدعاية وتعرض مرتكبها للمسؤولية، سواء كانت الدعاية مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كانت بالتأييد أو بالتعييب. عدم الإلمام الكافي بضوابط التغطية في مقار اللجان، هذه الضوابط موضحة في القرار رقم 9 لسنة 2018 سابق الإشارة إليه، فمع وجود التصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المتابع يجب مراعاة الآتي: أن الدخول إلى اللجنة بإذن من رئيسها بما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز، حظر التدخل في عمل اللجنة أو إبداء ملاحظات أو اعتراضات أو التأثير على الناخبين، ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الصحفيين داخل اللجنة، وغير ذلك من الضوابط المبينة تفصيلا في القرار التي تنظم العلاقة بين المتابعين ورؤساء اللجان العامة والفرعية. عدم الالتزام بالمصطلحات. إيه عدم الالتزام بالمصطلحات؟ المصطلح ده بيبقى الكلمة العلمية المقصودة لمعنى معين. أحيانا بنستعمل المصطلح وأحيانا بنستعمل كلمة أخرى بديلا لهذا المصطلح، وبيحصل نوع من البلبلة على النحو اللي هوضحه لحضراتكم. فنستعمل كلمة نتيجة على الحصر العددي للأصوات. النتيجة المعني بها فقط الهيئة الوطنية للانتخابات. إذن ما يصدر عن اللجنة الفرعية أو اللجنة العامة ليس نتيجة بحال من الأحوال، وإنما هو حصر عددي للأصوات. فلما يجي حد يقول نتيجة الانتخاب في اللجنة العامة كذا أو في اللجنة الفرعية ده النتيجة كذا، بنبقى كما لو كنا أمام نتائج متعددة صادرة من جهات مختلفة، من اللجنة الفرعية، من اللجنة العامة، من الهيئة الوطنية للانتخابات، فبتعمل نوع من البلبلة في الرأي العام.